مرحبا، أنا محمد علي تيم من جامعة الطفيلة التقنية، سنة رابعة إدارة أعمال. طبعا أنا ناشط في أكثر من مبادرة وأكثر من جمعية. جيت على مخيم الأمم المتحدة للمتطوعين بعد ما قدمت طلب عن طريق الابلكيشن اللي كان موجود من خلال الفيسبوك. طبعا الفائده اللي استفدتها من المخيم كانت كثير كثير يعني مميزه، وكنت محتاج الاشياء اللي راح احكيها هسه، اللي هي منها كان استدامه المشاريع، ومنها نقدر نطلع في افكار جديده، ابتكارات جديده مش موجوده. وطبعا كنظره لقدام انا ان شاء الله عندي مبادرات كثير ومبادرات ابتكارية حتساعد إن شاء الله في مجتمع زي كمجتمع الأردن.